بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا التسجيل الجديد في طريقة إغلاق اقتراحات سيري على الآيفون. إن شاء الله نكون موفقين في هذا الشرح. بظهر السماعة الخارجية دقائق بس. ايفون سماعة الصوت. ان شاء الله يكون الصوت واضح. الغاء التأمين. حاول مرة اخرى. الغاء التأمين. بس افتح الجهاز. رمز الدخول. تم ادخال بي من 0 من 4. ثلاثة. رمز الدخول. شاشة مقفلة. لحظات. 10:23 صباح. حاول مرة أخرى. ألغاء التأمين. ألغاء. 9 9 3 0. ندخل بداية على الإعدادات. الإعدادات. نشط. الإعدادات. الإعدادات. حقل البحث. بعد الإعدادات نتحرك. نمط الطيران. متوقف. إلى. واي فاي. عام. بلوتوث. خلوي. نقطة. نترك هذا الاتصالات. الأشعار. مركز التحكم. عدم. عام. زر. عام. عام. الاعداد عام. عنوان. وبعد عام. حول. زر. تحديث البرامج. زر. سيري. زر. بحث. سبوت لايت. سبوت لايت. نضغط عليها. بحث. بحث. سبوت لايت. عنوان. اقتراحات. سيري. تشغيل. اقتراحات سيري. تشغيل. في البداية أول شيء بوريكم كيف طريقة أن تظهر هذه اقتراحات سيري. نضغط على أي تطبيق. الرسائل. ثلاثة رسالة طبيعية. مثلا نسحب من واتساب. من أعلى الشاشة بأربع أصابع، ثلاثة أصابع عفوا، إلى الأسفل. ساعة 10:24 حقل البحث. جارية التحرير. نمط الحرف. بحث. إدخال النقطة في البداية. هذا بيظهرنا أيقونة البحث. نمشي. مسح النصب. يمين. ألغاء. يسار عفوا. اقتراحات التطبيق. سيري. عنوان. اقتراحات تطبيق سيري. أب ستور. أب ستور. وفي المزيد من التطبيقات بس أنا ما بظهرها. نروح على الإعدادات. الإعدادات. شوف الحين كيف نوقفها هذه. الإعدادات. بحث. سبوت لايت. عنوان. اقتراحات. نضغط على سيري. تشغيل. اقتراحات سيري. متوقف. متوقف. نضغط عليها مرتين. هي أول شيء بتكون تشغيل، تضغط عليها مرتين بتتوقف. نرجع الحين ننزل من الرسائل. ثلاثة رسالة الرسائل. نضغط مثل ما قلنا التسجيلات. مجلد أدوات. أي تطبيق، أي أيقونة، نضغط مرة واحدة بس وننزل. حقل البحث. جارية التحرير. نمط الحرف. بحث. إدخال. مسح النصب. زر. نمشي. ألغاء. زر. استبعاد. سبوت لايت. استبعاد. سبوت لايت. اقتراحات سيري ما في، مش موجود. استبعاد. سبوت لايت. اتمنى اني وفقت في هذا الشرح. مبدل التطبيق. الاعداد. التسجيلات. معكم سيد العامري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.